القراءه نتاعي واضحه وضوح الشمس في ضحاها. فما ناس ما تحبش تفهمها ولا تحب تفهمها اوترومون، هذاك موضوع اخر. الدار نانا توقيته لي جو دو كوميديان الاتموسفير الدنيا كل الجو نتاع تفرجت شويه في يونس الفرح كومون يلجو، تفرجت في دالي كومون يلجو، مونينوردين نتاع حاجه ربيب. اي ربي نتاع حاجه تحب تضحكنا، ما تضحكش. المشكله في الكتيبه ولا في الوقت ولا ما تضحكش. الحكايه هي معموله ساتيريك ولا مش ساتيريك، البيوت نتاعهم تضحكنا ما تضحكش. ومش انا برك نقولوا، وين كيما قلت لك راهي مش مشكله الممثلين ومش مشكله التقنيين، فما مشكله في الكتابه كبيره. الضحك يفرق، الضحك يفرق، ثم ضحك ثم تهريج وثم كوميك وثم برشا حاجات. معناتها لا انت ما تحب تحبني نحكي على التهريج، ما نحكي على التهريج. ثم دي سيت كوم، لا نحكيو ثم دي سيت كوم ثم تهريج، فهمت؟ دونك الضحك على دوك انا قلت لك الضحك صعيب واعطيته قيمه كبيره، وبعد تقول لي اي دونك ثم انا قلت لك راه مسؤوليه كبيره الضحك. لا كوميدي دون مانيير جينيرال اي تري ديفيسيل، اي تري ديفيسيل ا ريوسير، فهمت؟ مالوغوزمون في تونس دون تو في ستيلات الكل نتاع الكوميدي مازلنا اون توكا سيت اني ما فماش دي كوميدي صح. حاجة نجحت. خلاص مع رايك إبراهيم.